في أوقات دول مختلفة. الآن هناك للأسف الصوت يعني بيتقطع حتى يعني يمكن أن نلتقط إشارة أفضل. أستاذ أشرف أرجو أن تبقى معنا وتتحرك في الاتجاه الذي أشرت لحضرتك فيه بأن الصوت أفضل. ونتحول إلى الأستاذ صفاء عبد الحميد المحللة السياسية المصرية. أهلا بك أستاذ صفاء. أستاذ صفاء إذا كنت يعني استمعت الجزء مما سألت به الأستاذ أشرف، يعني كيف ترصدين يعني إمكانية تطور العلاقات المصرية الروسية بشكل يفيد مصر في هذه الفترة من تاريخها، خاصة وأنه أشار ربما لبعض المقارنات وهو أن روسيا الآن ليست الاتحاد السوفيتي سابقا، ومصر في علاقاتها بروسيا الآن ربما لن تكون هي علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي قبل يعني عدة عقود. يعني من الملاحظ خلال الفترة التي تلت الثورة المصرية أن مصر بتعيد رسم سياستها الخارجية في إطار المستجدات على الساحة الدولية. في الحقيقة أن الزيارة الروسية الأخيرة ما كانتش هي الأولى لدعم العلاقات المصرية الروسية اللي امتدت لأقرب من 70 عام. العلاقات الدبلوماسية اللي بدأت مع الاتحاد السوفيتي وتطورت إلى أن وصلت مع روسيا الاتحادية الآن بتشهد مراحل مختلفة في تاريخها. يمكن سيادة اللي هو مع حضرتك أشار إلى مراحل من مراحل تطور العلاقات دي بدءا من الأربعينات وهي بداية العلاقات المصرية الروسية، وصولا إلى أوج هذه العلاقات في الخمسينات والستينات، ثم تعرض هذه العلاقات لموجة من التدهور يعني أعقبت حرب 73 وطرد الخبراء الروس، ثم وصولا إلى قطع العلاقات تقريبا مع الاتحاد السوفيتي. احنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي، بس يعني هنكمل مع سيادة اللواء فيها لأنه أريد أنه يعلق عليها. تفضل يا فندم. تمام. شهدت العلاقات تطور ولو حتى على الجانب العسكري او على الجانب الاقتصادي بدايه من الثمانينات وصولا الى التسعينات، وشهدت برضه زياره للرئيس الروسي في 2006. الزيارات دي توجت جزء من العلاقات السياسيه والاقتصاديه بين مصر وروسيا، لكنها بعد الثوره وسواء كانت ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو العلاقات شهدت تطور ملحوظ. يمكن بدأت من الجانب الروسي نفسه اللي أبدى رغبة شديدة في مد يده بالعون إلى الشريك المصري، وبقول لحضرتك هنا الشريك وليس التابع المصري، لأن احنا يعني عقب الثورة يمكن مصر حاولت التخلص من تبعيتها للغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. التبعية مش هنستبدلها بتبعية لروسيا. مصر بتحاول في الفترة القادمة صناعة الحلفاء وصناعة الشركاء والخروج من عباءة التبعية، سواء التبعية كانت للغرب متمثل في الولايات المتحدة. إذا كانت دي قراءة حضرتك يا أستاذ صفاء في إطار المشهد الحالي وعرض طبعا روسيا الاتحادية لبعض الأسلحة الحديثة الروسية لمصر بمبلغ يقارب حوالي 2 مليار دولار، فيعني عايزين نعرف برضو قراءة أخرى لو تسمح لنا مع الأستاذ أشرف الصباغ إذا كان التواصل معاه دلوقتي أفضل. أستاذ أشرف، يعني السؤال لحضرتك، هل ترى في هذه الصفقة ما يمكن وصفه بأنها يعني عرض روسي أم بحث مصري عن ما يمكن أن يكافئ العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب أستاذ صفاء نفس السؤال بوجهه لحضرتك. يعني العلاقات المصرية الروسية مش هتتوقف على الدعم العسكري فقط. يمكن الصفقة اللي حضرتك أشرت ليها واللي ممكن تأتي بدعم عربي أو بتمويل عربي هي تتويج لهذه العلاقة، خاصة مع وقف الولايات المتحدة لجزء من معاونتها العسكرية لمصر. لكن هذا لا يمنع ان في جوانب اخرى لهذه الزيارة، جوانب دعم اقتصادي ودعم في مجال الطاقة، ويمكن في عدة لجان فرعية تشكلت بعد هذه الزيارة الفريدة من نوعها واللي مثلها البعض بمرحلة تاريخية جديدة في العلاقات بين الدولتين. هذه يعني مش فقط هنتوقف على الدعم العسكري والمناورات المتبادلة والدعم يعني الفني للجيش المصري، لكن دعم من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. نعم. يمكن
استاذ صفاء يعني ارجو ان تبقي معنا والشكر موصول لحضرتك لانه حضرتك هتكوني ضيفه يعني موصوله مع هذه الحلقه اذا سمحت لنا عبر الهاتف بعد ما ارجع لسياره اللواء نبيل شكري ببعض الموضوعات يعني وثيقه الصله بالتاريخ والحاضر. سياده اللواء حضرتك توقفت عن الفتره في وصف حضرتك لتاريخ العلاقات المصريه السوفيتيه اللي بدات فيها تتحسن العلاقات في اعقاب يعني عام 56 تأميم قناة السويس والبحث عن تمويل للسد العالي استمر الاتحاد السوفيتي دون أي تدخل في السياسة المصرية بإمداد القوات المسلحة بجميع أنواع الأسلحة. وعايز أذكر إن هو إدانا الميك 15 ف17 فالميك 19 فالميك 21 فالميك 23 إلى أن حدثت الهزيمة في 5 يونيو. الاتحاد السوفيتي برضو لم يتخلى عن مصر بل امدها في الفتره بقى اللي هي فتره الاستنزاف امدها استعوض القوات المسلحه. شوف يعني انا بتكلم الحقائق ما يعني ما بقاليش في السياسه انا بتكلم على الحاجات العسكريه. امد القوات الجويه والبحريه والبريه بجميع وبالذات الدفاع الجوي لدرجة ان هو امد القوات المسلحة بانواع من صواريخ الدفاع الجوي اللي هي بانت حاجة اسمها حائط الصواريخ اللي خلى اسرائيل في حرب 73 تبعد قواتها الجوية 15 كيلو شرقا ما تقربش من قناة السويس. ده كان لقوة الدفاع الجوي وقوة القوات الجوية المصرية. بعد وهذه نقطة عايز أقولها بعد مجموعات من الخبراء كمية كبيرة من الخبراء السوفيت تواجدوا في مصر لدرجة أنه بعد 2 لواء مقاتلات ميج 21 بطيارينهم بالفنيين بتوعهم لتدعيم القدرات المصرية. الكلام ده في آخر الستينات طبعا بعد النكسة بعد فترة حكم عبد الناصر. نعم فترة حكم عبد الناصر واستمر بعد كده. أنا الحاجة عايز أأكد عليها إن بتضايق من كلمة طرد الخبراء الروس. أنت حضرتك عايز توصل بقى لفترة أنا يعني أنا 72 يوليو 72 ما اسمهاش طرد الخبراء الروس، إحنا بنقول الاستغناء عن خدماتهم. ليه يعني ليه الرئيس السادات استغنى عن خدمات الخبراء السوفيتي؟ بعد ما ادونا الخبرة وادونا كل حاجة كان رئيس السادات عارف انه دخل حرب حتمية قريب فما حبش يعرض القوات السوفيتيه والا قد ممكن تعمل مشكله دوليه كبيره انه يعرض القوات السوفيتيه اللي موجوده او الخبراء السوفيتيه اللي موجودين لمخاطر او لو حصل انتصار هينسب للاتحاد السوفيتي ولن ينسب للمصير. في نقطة كمان أنا ما بقولش كل حاجة يعني ما فيش أغلاط وعشان يبقى في وحدة القرار السياسي والعسكري برضه ما فيش أغلاط من لا في الخبراء السوفيتي اللي كانوا موجودين حصل استياء حضرتك عمل الهواء لدرجة إن كان لكل قائد في مستشار عسكري. يعني انا كقائد لواء جوي ليا قائد لواء جوي روسي قاده الاسراب لهم فكان مع كل واحد خبير. جالنا في وقت امر وده كان امر ما اعرفش مين اللي طلعه ان الاستشاره بتاعت الخبير السوفيتي ملزمه. اذا بقى قمندان ما هو ده عمل شيء من الاستياء في نفوس رغم عرفنا بالجميل الجنود المصريين انما عمل استياء في وسط القوات المسلحة. ده ورئيس السادات مش عايز يعرض السوفيت وعايز لما يحارب يحارب بقوات مصرية خالصة كانت السبب في الاستغناء اللي هي يمكن اللي النهاردة روسيا الاتحادية واخدة علينا الموضوع ده شوية يعني مأثر فيها لغاية دلوقتي وتقالت هو احنا نقدر نعتبر من فترة من 72 يعني كان في شيء من الجفاء في العلاقات المصرية الروسية هي بعدها يعني مع لا يعني حتى في 73 امدونا وعملوا جسر جوي لامداد ما كانش جسر جوي يعادل الجسر الجوي اللي عملته امريكا لاسرائيل انما عملت جسر جوي. بعد كده العلاقات طبعا بعد انحياز مصر بالكامل لامريكا حصل جفاء في العلاقات بيننا وبين روسيا او كان الاتحاد السوفيتي.
ودرجة هقول حاجة برضو دي رسالة بوجهها. أولا الرسالة الأولانية بتاعت الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفيت لازم يعرفوها الروس إنهم هيشترط أبدا ما هيشترط أبدا. يعني حضرتك تقصد إن كمان يكون تصحيح لشكل العلاقة معترفين حتى بـ 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 يتم البناء على أسس سليمة في العلاقات في الفترة الحالية. ده ما كانش طرد كان استغناء عن خدمات عشان ما نعرضهمش لأي خطر أو يبقى الحرب مصرية خالصة. بعد حتى الاستغناء عن خدمات الخبراء السويت روسيا بعتت معاونات لمصر اثناء حرب 73. بعد كده ساءت بعد بقى معاهده السلام والحاجات دي ساءت العلاقات لدرجه ان هقول حاجه يعني ودي رساله بوجهها لامريكا تاخدها مني الكلام مظبوط ان روسيا ابتدت تأثر في امدادنا بقطع الغيار. انا بتكلم عن القوات الجوية بالذات امدادنا. حضرتك تقصد قبل حرب اكتوبر ولا بعد حرب اكتوبر؟ بعد حرب اكتوبر معظم التسليح المصري تسليح روسي او سوفيتي. كنت يعني كنت ملحق عسكري في الصين وعرفت طبعا بان في عجز في قطع الغيار للطائرات المقاتلة. عملنا حاجة وده مصر بتعمل الحاجات دي وبقولها للامريكان مش ان كنت تقولوا ان احنا مش هنديكم معونه او هنمنع عنكم قطع الغيار. لا احنا بالنسبه للميج 21 كانت طياره متقدمه برضو في توقيتها عملنا حاجه ريفرس انجينير لقطع الغيار اللي هي الهندسه العكسيه وصنعنا قطع الغيار وطيرنا الطيارات والطيارات بتطير يمكن لغايه دلوقتي لغايه النهارده مع ان انت يعني 40 سنه فاتوا بتطير لغايه النهارده. حقيقي بعد كده العلاقات اتصلحت مع روسيا الاتحاديه. انما بقول للامريكان انتوا كنتوا بتدونا سنه 71 مليار و300 مليون اللي هي المساعدات العسكريه مليار و300 مليون دولار مساعد. اياميها كانوا يجيبوا حاجه، النهارده ما يجيبوش حاجه خالص. عدد قليل جدا. والاستغناء عنها بسيط. مش قطع الغيار هنعمل ريفرس انجينير وهنعمل قطع غيار للأسلحة اللي موجودة الأمريكية ومصر هتستمر لأن الشعب المصري شعب عظيم شعب له روح 73. الصفقة اللي تعرضها طبعا روسيا الاتحادية ب 2 مليار دولار. طب ما هو نفس في يعني اذا كان حديث عن ميج 2 مليار 29 ام ام 2 او صواريخ مضادة للدبابات كورنينت يعني ما هو برضه في حدود كلام حضرتك ما هتبقى برضه حجم قليل.